سؤال، هل توجد خطية كبيرة وخطية صغيرة؟ طبعا. يعني ايه طبعا؟ يعني الخطية تكبر من جهة نوعها، يكون واحد يشتم واحد من زي واحد بيقتل واحد من جهة نوعها، والخطية تكبر ايضا من جهة المكان الذي ترتكب فيه، فخطية ترتكب في مواضع مقدسة غير خطية في موضع عادي، لان الخطية اللي في المواضع المقدسة خطيتين، خطية زائد عدم احترام الاماكن المقدسة. وكذلك اذا كانت الخطية في يوم مقدس، فخطية في يوم المناولة غير خطية في يوم عادي، وخطية يوم الجمعة الكبيرة غير خطية في يوم عادي، لان معناها ان الواحد ما عندوش احساس بقدسية اليوم كالذي ليس عنده احساس بقدسية المكان. كذلك الخطية تكبر من جهة الشخص، يعني مثلا لما تشتم انسان عادي غير واحد يشتم ابوه او امه، في الكتاب المقدس من سب ابا او اما موتا يموت، ما قالش دي على اي انسان عادي. طبعا الخطية تكبر او تظهر حتى من جهة الشخص نفسه اللي بيرتكبها. الموضوع ده لو نتكلم فيه ياخد مدة طويلة، لكن يكفي كإشارة ان ليست كل الخطايا في درجة واحدة. فمثلا ليست عبادة الأصنام مثل التقصير في الصوم، دي خطية ودي خطية. التجديف غير الخطايا العادية إلى آخره.